وينضم إلينا مباشرة من السليمانية كرزان عبد الرحمن محلل سياسي، وهو معنا مباشرة من السليمانية. سيد كرزان، أهلا بك. أهلا وسهلا، شرفنا. بداية، ما رأيكم بالمبادرة التي طرحها اليوم رئيس الإقليم مسعود برزاني، وهي مبادرة لإنهاء القتال وحل الأزمة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني؟ هل هذه المبادرة اليوم قابلة للحياة؟ حقيقة الحال مسألة قابلة للحل، كل شيء قابل للحل. ماكو قتال أو ماكو أي جولة مفاوضات ما راح تسفر عن حل، ولا أي مفاوضات من نوع آخر غير قابل للحل. الحل موجود في كل الأوقات، لكن هل بالإمكان إيقاف هذا الحرب أو هذا القتال بأقصى سرعة درءا لهذه الدماء اللي تروح يوميا من الطرفين، وبالأخص الشعب الكردي الذي عانى منذ أن سمي بالشعب الكردي لحد هذا اليوم، يوميا تحت إجراءات تعسفية من قبل الدول الأربع اللي كانت هي مسيطرة أو مقسمة كردستان حسب أراضيها عليه. تبقى عملية دخول أي حزب أو أي جهة لإيقاف هذا القتال معتمدا أساسا على الجانبين هما المحقان في هذا الإيقاف، والجانبين هما اللذان بإمكانهما إيقاف هذا القتال. إصرار الحكومة التركية بهذا الشكل العنيف والدخول في قتال الشوارع والهجمات الليلية اليومية على بيوت الآمنين بدعوى أن هؤلاء هم من أنصار حزب العمال الكردستاني، هذا خطأ كبير. يجب على الحكومة التركية أن تراعي هذه الحالة وأن تراعي، دعنا نقول، حياة مواطنيها أولا. لأنهم أتراك بالأساس. لو سمحت، سؤال دخول السيد البرزاني رئيس الإقليم في هذا المجال. لو سمحت، قبل أن تكمل هذه الفكرة، أريد أن أسألك السؤال التالي: كيف تتوقعون أن تكون ردة فعل الجانب التركي على هذه المبادرة، خصوصا وأن التصريحات الرسمية التركية تؤكد بشكل يومي الاستمرار بهذه العمليات العسكرية؟ هل ستؤثر هذه المبادرة بشكل أو بآخر على القرار التركي؟ حقيقة الحال سؤال جميل جدا، لها محاور كثيرة، لكن احنا راح ندخل في صلب الموضوع مباشرة. الموضوع ليس في يد أي جانب آخر سوى في يد الحكومة التركية، وبالأخص السيد أردوغان الذي يحاول أن يكسب وقتا كبيرا لكي يدخل في انتخابات أخرى، ويظن أنه سيفوز في الجولة القادمة من الانتخابات. لكن هذه العملية لا تتم بهذه السهولة، بقتل الناس، بقتل الآمنين. هذه ليست انتصارا. الانتصار هي السياسة السلمية الآمنة واللجوء إلى المفاوضات والجلوس إلى طاولة المفاوضات والتحكم بهذا الموقف بجانب إنساني أو بشكل إنساني آخر، بشكل سياسي نظيف، ليس بقهر الناس المدنيين، وليس بقتل الآخرين. سوف يفوز أردوغان في هذه العملية مرة أخرى. هو خسر الوجبة الأولى بشكل فظيع، وصار مكشوف بالنسبة للعالم كله أن أردوغان لا يملك تلك الشعبية، سوى أنه استطاع أن يغري الشارع بواسطة مثل ما يحدث في أي دولة، بواسطة
سياسة توزيع الأموال وإغراء الآخرين بوعود كاذبة وبوعود لا أساس لها، هذه لا تنطلي مرة أخرى على الشعب وبالأخص الشعب الكردي. الشعب التركي أيضا فهم العملية وهو يستطيع أن يميز بين من يكذب أو يدعي أو يعطي وعودا كاذبة وبين من هو مصلح ويحاول أن يكون سلميا إنسانيا ويدعي السلام أكثر من الآخر. الجبهة الأخرى المواجهة اللي هم جبهة الأكراد بقيادة صلاح الدين دمرتاج اللي هم حزب هدب، هؤلاء استطاعوا أن يكسبوا الآخرين ويكسبوا الشعب التركي بمجاميعه دون النظر إلى الشعب الكردي فقط على أنهم هم المعنيين بهذا الموضوع. استطاع هذا الشاب أن يكسب قلوب الآخرين بدعواه السلمية وبدعوته إلى السلام، وأن يجتمع الشعب التركي جميعا بجميع أطيافه على نطق كلمة السلام بشكله الصحيح وليس بشكله المراوغ. هؤلاء يدافعون عن السلام بشكل صحيح، أما أردوغان فيحاول أن يلتف على السلام من جهة أخرى بشكل آخر. السيد كرزان عبد الرحمن المحلل السياسي، شكرا لحضرتكم، كنت معنا مباشرة من السليمانية.